قال مركز الدفاع المدني بريف دمشق إن 18 مدنيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف صاروخي لقوات النظام على بلدة أوتايا بالغوطة الشرقية. وأوضح الدفاع المدني أن 7 أطفال و4 نساء بين ضحايا المجزرة، مشيرا إلى العدد أن العدد قابل للزيادة بسبب خطورة حالات الجرحى. وفي ذات السياق أعلن جيش الإسلام إسقاط طائرة حربية للنظام من طراز ميك 23 على أطراف مدينة جيرود بمنطقة القلمون الشرقي. وينضم إلينا من ريف دمشق مراسلنا منصور أبو الخير. مرحبا بك منصور، ما الحصيلة النهائية لضحايا مجزرة أوتايا بالغوطة الشرقية؟ نعم، أصلا بالفعل 18 شهيد كانت الحصيلة النهائية لمجزرة بلدة أوتايا الواقعة في منطقة أنمارج. هذه هي المنطقة التي تتعرض لأبشع أنواع الحملات الهمجية والمجازر بحق أهلها. صواريخ الأرض استهدفت أحياء سكنية مدنية، أدت لسقوط مباني فوق رؤوس ساكنيها. كما ذكرنا 18 شهيد كان أغلبهم من النساء والأطفال، بالإضافة لأكثر من 50 جريح أيضا أغلبهم من النساء والأطفال أخرجوا من تحت أنقاض مبانيهم. طبعا هذه المجزرة هي سلسلة مجازر تتعرض لها منطقة المرج. كما ذكرنا الناشطون داخل الغوطة الشرقية أطلقوا حملة لإيقاف هذه المجازر التي تتعرض لها المنطقة تحت مسمى المرج تحرق بصمت. طيب، ما هو وضع المستشفيات الميدانية في المنطقة وهل لديها قدرة على استيعاب عدد الإصابات الواردة إليها؟ طبعا كما ذكرنا المنطقة تتعرض لأبشع أنواع الحملات الهمجية وأبشع المجازر. المنطقة منذ فترة تعرض أحد مشافيها وأحد نقاط الإسعاف إلى قصف من قبل راجمات قوات النظام. أيضا تم نقل المشفى من مكان إلى مكان بسبب سيطرة قوات النظام أو قرب الجبهة من مكان هذا المشفى. كل هذا يضع الكادر الطبي بعائق أو بحرج أمام هذه المجازر التي تعرض لها المنطقة. طيب، جيش الإسلام أعلن أن عن إسقاط طائرة حربية للنظام. منصور، هل حصلتم على معلومات أكيدة عن مصير الطيار؟ نعم، بالفعل أسقط جيش الإسلام طائرة حربية في منطقة جيرود القلمون الشرقي، وتم أسر الطيار وهو ضابط برتبة رائد. هذه الطائرة تم أسقاطها بعد رصد أحد الطلعات التي كانت متوجهة بها إلى الغوطة الشرقية. نعم، مراسلنا منصور أبو الخير من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك.